أهلا وسهلا، وصفتنا اليوم عشق الطفولة البليلة. رح أعمل معاكم بليلة مع سلطة الشمندر. في البداية رح نحتاج حمص، رح ننقعه في موية دافية تقريبا من 3 إلى 4 ساعات، ورح نضيف عليها بيكربونات الصوديوم ونخليها على جنب. وعلشان أختصر الوقت والجهد رح أطبخ البليلة في قدر الضغط من نوتريكوك، القدر جدا ممتاز وآمن تماما، رح يطبخ للبليلة في 30 دقيقة بس. راح ننزل الحمص بعد ما نقعناه وتضاعف حجمه ونغمره بالموية الحارة، وما ننسى نضيف الملح. طبعا القدر متعدد الاستخدامات، نقدر نطبخ فيه الرز، اللحم، أنواع شوربة، بقوليات، يوغرت وشغلات مرة كثير. فهذه الأثناء راح نجهز سلطة الشمندر. راح نحتاج جزر مبشور، شمندر مسلوق ومبشور، خل أسود، موية، رشة ملح ورشة كمون. سلطة الشمندر يفضل أنكم تحفظوها في برطمانات وتدخلوها الثلاجة إلى وقت التقديم. بعد مرور 30 دقيقة راح نضغط على زر فتح البخار، وما راح ينفتح معانا القدر إلى ما يطلع كل البخار تماما. وقت التقديم رشة كمون قدمتها مع سلطة الشمندر، ممكن تضيفوا كمان شوية جزر مبشور، وما تحلى البليلة إلا بزيادة الكمون والشطة الحارة. جربوها وبالعافية عليكم ألذ بليلة.